اتيكات وبروتوكول هن قواعد عالمية بحكموا لنا حياتنا تنكون أكثر عم نتصرف بسلوكيات مقبولة اجتماعيا من كل الجوانب. رح نتعرف اليوم على قواعد السفر مع الأصدقاء. أول شيء التخطيط والاختيار المسبق لوجهة السفر، يعني نحن لوين رايحين، المنطقة اللي رايحين نزورها أو البلد اللي رايحين نزوره لازم يكون هو الوجهة اللي كلنا متفقين عليها ومخططين وموافقين تنكون عم نقضي هيدي الفاكانس فيها. تاني شيء والأهم إنه نحن بدنا نختار النشاطات اللي بدنا نقوم فيها تكون هيدي النشاطات عم ترضي جميع الأذواق. نحكي بصراحة تامة ومطلقة عن متطلباتنا اللي نحن بدنا إياها وبدها تصير بالسفر. نستمع لآراء غيرنا ومش ضروري رأينا هو اللي عم يمشي. نتفق على تقسيم النفقات، يعني بمعنى أي شيء بندفعه بيكون شيرينج سبليت ويز. بنفسح الوقت دايما للغير انه يجادلونا ويعطوا رايهم. الابتعاد قد ما فينا عن الانانيه وعلى التسلط، التحلي بالمرونه وبالصبر ونعيش الاشياء مثل ما هي. هيدي قواعد السفر، اذا كنتوا عم بتسافروا بتمنى لكم سفره ممتعه.